بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. نحن وصلنا للصح 21 من سفر الرؤيا، وزي ما حضرتكم فكرتوني إن احنا وصلنا لعدد رقم، خلصنا 5. وقلنا ان مساحة 19 بتبتدي الميراث الابدي، واذا كنا في جزء كان في الاصحاح العشرين اخر العشرين خالص اتكلم بس في الدينونة، وكأن ربنا بيهتم جدا بالسماء والميراث الابدي، اما اللي هم مش في نعمة ربنا واللي هتيجي لهم الدينونة واللي هيدانوا واللي هيطرحوا في الموت والهوية في بحيرة النار، بيخصص لهم في الجزء ده عدد آيات قليلة الاهتمام بالقديسين. وقلنا أن إصحاح 21 النهاية، رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، وفهمنا إزاي السماء حتى السماء تبقى سماء جديدة وإزاي الأرض تبقى أرض جديدة. واحد يقول يا ابونا طب السماء هتتغير؟ آه برضو، لأن السماء برضو حصل فيها خطية بسبب الشيطان لما تكبر على الله. فالسماء الجديدة والأرض الجديدة هيبقوا سماء وأرض ما فهمش خطية، عشان المسيح يقعد فيها وربنا. وعشان كده أكدها في أول آية في 21، ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدا، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد البحر، وشرحنا كل هذه الأمور. وصلنا لآية 5 اللي بتقول أنا أصنع كل شيء جديدا. وصلنا لدي وقفنا عندها وقلنا ان كل شيء جديدا، هي بيأكد ان كل شيء بقى جديد. وقال لي اكتب فان هذه الاقوال صادقة وامينة. وقلنا ليه بيتكتب؟ ليه ما تبقى الشفهية تتكتب؟ لان الانسان بطبعه ما بيصدقش الى المكتوب. حتى لما يبقى انا اعمل عقد مع واحد، الناس تقول لك لا، يقول لك انا كلمتي كده، يقول لك لا يا عم اكتب لي، مش كده برضو، اكتب عشان يبقى حاجة واضحة. ربنا عارف الضعف البشري، وإذا كانت الكلمة مكتوبة والناس مش بتصدق، عمال ما كانتش مكتوبة كانت الناس هتعمل إيه؟ فعشان كده قال له اكتب كل هذه الأمور صادقة وأمينة، صادقة لأن ربنا هو اللي قالها. وصلنا لآية 6، ثم قال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. ثم قال لي قد تم، يعني إيه ثم قال لي قد تم؟ إيه قد تم ده؟ ها؟ يعني ايه قد تم؟ قد تم يعني هو عمل، ده هو عمله مش لسه هيعمله. يوحنا لما شاف الرؤية دي كان كل الكلام ده لسه ما جاش، ولا لحد وقت جه. زي ما قلنا في سفر الرؤية في حاجات اتنبأ بيها يوحنا حصلت، ولسه في حاجات ما حصلتش، وفي حاجات مستمرة على طول الوقت من ساعة ما اتنبأ لحد النهاردة، هي عمالة مستمرة وشغالة. طب ايه قد تم؟ قد تم السماء الأولى والأرض، السماء اللي ما فيهاش خطية والأرض اللي فيها خطية، السماء الجديدة والأرض الجديدة قد تم. إيه رأيكم؟ فعلا قد تمت؟ يعني الكلام ده كان تم ولا ما تمش؟ تم، حصل، هو فعلا ربنا كده، ربنا خلقها، كأن ربنا خلقها وعملها من قبل تأسيس العالم. مش ربنا بيقول رس الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم؟ ايه هو الملك المعد لكم قبل انشاء العالم؟ اللي هيورثهن السماء الجديده والارض الجديده. يبقى ربنا عملهم منذ ايه؟ منذ بدء الخلق، او ما قبل، يعني منذ الازل يعني. فربنا عمل، فبيقول له ثم قال لي قد تم، يعني بيقول له انا عدتها فعلا. عارفين زي ما واحد يعني ايه يوعد ابنه بحاجه، فيقول له يا حبيبي انت لو نجحت هجيب لك عربيه حلوه، وعلى فكره انا اشتريتها، انا جبتها لك. طب جبتها امتى؟ لا جبتها قبل ما اوعدك بيها، مخليها اول ما تنجح وتاخد الشهاده هقدمها لك. ده اثبات ايه؟ اثبات ان ابوه ده مهتم بيه وعنده ثقه ان الولد ده هي ايه؟ هينجح. لما عندوش ثقه كان هيبذل دمه؟ لا، ربنا عنده، شوفوا ربنا غريب جدا، عنده ثقه فينا من قبل تاسيس العالم ان الانسان ده كويس ويبقى كويس. على فكرة ربنا يعني شايف ان الانسان كويس ويبقى كويس. احنا لما عندناش ايه؟
ثقة في ربنا ولا ثقة فينا. لكن الإنسان فوت بطبيعته هيخش السماء، فربنا مجهز له هذا المكان، مجهزه من قبل حتى ما يخطئ ويجي المسيح المتجسد ويمنحنا الغفران ويتصلب عنا ويقوم ويبني كنيسته أو يأسس كنيسته. كل ده كان المسيح عارفه عامله. عشان كده بعديه على طول قال له إيه؟ قال له أنا هو الألف والإيه والياء، البداية والإيه والنهاية. يعني إيه؟ يعني أنا ألف والياء، يعني أنا الألف، أنا هو إن البداية، أنا الأزل وأنا الأبد. أنا الأزل في فكر الله كل هذه الأمور. عشان كده لما يجي واحد يسأل سؤال يقول لك إيه، هو ربنا عارف؟ آه عارف. عالم؟ آه عالم. طب لما هو عارف وعالم، أنا مصير ولا مخير؟ سؤال تملي نسأله ده. لا أنت طبعا مصير لأنك أنت فيك إرادة. طب إزاي أنا مصير وربنا عارف اللي أعمله؟ لا هو ربنا عارف بعلمه، لأنه هو الألف والإيه البداية، هو عارف هتعمل ايه، لكن انت اللي هتعمل. فاهمين الفكره دي؟ الفكره اللي هي تمام بنسال فيها دي، هو الانسان مصير؟ انت مخير طبعا. انا قلت لك مصير، اخطيت، اسف. الانسان طبعا مخير، مصير بس في الايه، في الميلاد والموت، الحاجه اللي ربنا ايه بيحطها لك على حسب ما هو عارف شخصيتك هتبقى ايه. فربنا الالف ها والياء، البدايه والنهايه، نهاية ليس له نهاية وبداية ليس له بداية. عشان كده برضو في حضن الآب، في أيقونة البي بانتوكراتور الله الآب، نحط الألفا والإيه والأوميجا، مش كده؟ ليه؟ ربنا ليس له بداية وليس له نهاية. وعشان كده بنيجي نعمل ربنا الحمل نعملها إيه؟ مدورة، تعرفش أقولها من آخرها، ربنا ما تجيبش أوله من آخره. فربنا عارف كل حاجة من علمه، ها؟ علمه الغير متناهي ومعرفته السابقة، فهو عارف. عشان كده عمل ايه؟ قد تم هذا العمل، قد تم هذا العمل. كل ما علينا احنا ايه؟ نجتهد. انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. مين هو العطشان ده؟ مين هو العطشان؟ العطشان لايه؟ للروح القدس. العطشان للثمار الفرح، ثمار الروح القدس، ها؟ فرح المحبة، كل اسم الروح القدس. العطشان لإيه؟ أنه يشرب من ماء الحياة، ده العطشان. مش العطشان أرض، ها؟ زي ما إيه، ما أول ما نشوف العطشان دي من إيه، من ينبوع ماء الحياة، نفتكر مين؟ السامرية اللي شربت من البير وعطشت، ولا طول ما أنت قاعد عمال تشرب من البير ده، ها، أبار مشققة دي، هتيجي تاني وتالت ورابع وتخافي، تبقي خايفة من الناس. لكن أول ما شافت المسيح قال لها أنا عندي الماء إيه؟ أنا ينبوع الماء إيه؟ الحي. ينبوع الماء الحي يعني إيه؟ يعني أنا اللي بدي الماء. فلما الواحد إيه يكون عطشان من المسيح، من الروحيات، من الكنيسة، الله يعطيه. فلما يعطيه ماء إيه؟ ماء الحياة. والماء الحياة ده إيه؟ مجانا. السامرية كانت روح تتسحب، عايزة تشرب ماء عز الظهر، عرق، جهاد، شغل، عمل، تفضل تشتغل في العالم وعمال تلف حوالين ساقيه. في حد بياكل ببلاش؟ في حد بيشرب ببلاش؟ هات لي كده واحد بياكل وبيشرب ببلاش، تعب الارض، تعب. لكن المسيح بقى اللي بيدي ماء ايه؟ مجانا، بيدي ماء الحياه مجانا. يعني تخيل انتوا الماء اللي هو بنعطش بيه، اللي بنتعب منه وبنعرق، ده ايه؟ ده بفلوس. والميه اللي هي أبدية، اللي هي ملهاش أول ولا آخر، اللي هنرس بيها الحياة الأبدية، دي مجانا. وعشان يظهر إنها مجانا إحنا مش بنسعى لها، الظاهر كده يعني حاجة غريبة جدا. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة. مين هو العطشان؟ العطشان للروح القدس. هنا إشارة الروح القدس، ما دام ماء يعطيه المسيح مجانا يبقى ده إيه؟ يبقى ده. وليه مجانا؟ ما تقدرش تدفع ثمنه. مين يقدر يدفع ثمن ماء الروح القدس؟ مين يقدر يدفع ثمنه؟ السيد ثمنه إيه؟ دم. ثمنه دم، ثمنه موت. فمحدش يقدر على ثمنه، محدش يقدر على ايه؟ على ثمنه. يجي بعد كده آية 7 يقول من يغلب، اهو اللي بيدور على ماء الحياة، اللي عارف المسيح الألف والياء والبداية والنهاية، اللي متأكد ان هذا تم بالفعل وهو بقى بيجاهد، من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها ويكون هو لي ابنا.
من يغلب يرث كل شيء، دي حاجة تكسفنا، تكسفنا ليه؟ واحد لما يجي يفكر في الآية دي، الآية دي احنا حافظينها عن ظهر القلب، يعني من يغلب يرث كل شيء. طب يغلب عايز ايه ربنا منك؟ عايز حاجة يعني، انت عايز تشرب من الماء، عايز ربنا عايزك تشرب من الماء اللي هو بيعطيه، وبيعطيه من غير ايه؟ من غير فلوس، بيدي من غير فلوس. طب ليه انت مش بتروح له؟ ليه انت هتغلب هتاخد كل شيء؟ ده الواحد علشان يعني حبة فلوس ما يسووش، تشتغل ساعات كتير، وعلشان ماء الحياة المجانا اللي يرثك كل شيء ما بيبذلش مجهود. عشان كده الآية دي تكسف، يعني الغلب هنا بالإيه؟ بالروح القدس. طب ما تاخد الروح القدس، ما تجتهد في الروح القدس. ليه احنا عمالين نلف حوالين نفسينا في دنيا ضايعة وفانية؟ هتقول يا ابونا بس الذي لا يعمل لا يأكل. ايوه مظبوط، بس ايه اولوياتك؟ يعني هل اولوياتك روحيات ولا اولوياتك ماديات؟ ما ده السؤال بقى الواحد لازم يسأل روحه. انت عمال تدور على الارضيات وعمال انا مش فاضي. طب هتاخد ايه؟ طب اسأل نفسك، بقالك 30 سنة بتشتغل، 20 سنة بتشتغل، 10 سنين بتشتغل؟ لا ده احنا بقالنا قد ايه بنشتغل؟ 30 سنة ايه؟ ده لو واحد عمره 50 سنة، اول 6 سنين هم اللي ما اشتغلهمش، كان ابوهم بيربوه في البيت، بعد كده من اول ما بدأ في اولى ابتدائي لحد النهاردة احنا عمالين شغالين. ما المذاكرة دي شغل، وانجح يا ابني عشان تشتغل شغلانة كويسة، واشتغل شغلانة كويسة، وعمال يشتغل، وبعدين بيلف حوالين ايه؟ سقي. عارفين اسف في التشبيه يعني، عارفين العجل لما يلف حوالين ساقية بيغموا عينيه ليه؟ عشان ما يعرفش ان هو لو هو فتح عينيه وعمال يلف كده هيتعب، هو فاكر ان هو ماشي على طول، وهو ماشي كده بيلف، هو فاكر ان هو ماشي في خط ستريت مش ماشي لفه، لو لفه هيقع هيتعب. احنا مفتحين وعاملين نفسنا مفتحين، بس احنا مغمضين برضه، عمالين نلف حوالين ساقية، والنقطه اللي تروح فيها ترجع فيها. تقول لك انا بقى كويس امتى؟ لما مرتب يزيد شويه بقى، طب مرتبك زاد، وبعدين هتلاقي نفسك ويجي نفس احتياجاتك وعمال عايز. يعني ابونا ما اشتغلش؟ لا اشتغل، محدش قال كده. تتعب؟ لا اتعب، بس ايه الاولى؟ تتعب عشان تارس اسف ما تتعبش عشان تاخد ملكوت السماوات، ولا تتعب عشان تاخد ارضيات؟ ملكوت السماوات ما تتعبش. تتعب في ايه يعني؟ بتحب ربنا، بتحبه خلاص، اولوياتك رقم واحد في حياتك. من يغلب يرث ملكوت يقول لك مش يرث ايه؟ يرث كل شيء، يرث السماء والارض الجديده. ارض ملهاش اول من اخر، سماء ملهاش اول من اخر. يرث كل شيء، يرث مع المسيح. يبتدي يحط ايه كده بقى، ايه اعتراضيه، بس مش كل واحد بقى هو اللي هيرث. يعني هل في ناس مؤمنين؟ في ناس مؤمنين بالشكل، لكن قلبهم ايه؟ لا. مين هما بقى؟ حطهم بقى ورا بعض، بعد الشر علينا ما بقاش واحد منهم يعني. اما الخائفون وغير المؤمنين والركزون والقاتلون والزناة والصحر وعبد الاوثان وجميع الكذبه فنصبهم في البحيره المتقده بالنار والكبريت، الذي هو الموت الثاني. دي الحته اللي قالها قبل كده، الموت الثاني ده او البحيره دي قالها في 20 اخر صح 20. طب مين هما الخائفون؟ مش الخائفون مثلا يعني مثلا واحد مثلا بيخاف مثلا من صرصار، مثلا واحد مثلا زي حالتي بيخاف مثلا من الكلاب مثلا يعني. ده مش هيخش من كده، لا ده خوف طبيعي يعني. عنده فوبيا مثلا، واحد يخاف من الاسانسير يعني، لا الفوبيا الطبيعيه يعني، احنا بني ادمين يعني. او بيخاف من بكره بوضع طبيعي يعني عنده مثلا حاجه معينه فقلقان شويه، ده طبيعي، ده مشاعر انسانيه. لكن هنا الخائفون ايه؟ الخائفون من اعلان ايمانهم، خايف ان اقول انا مسيحي. على فكره ممكن يبقى واحد عنده حته جبن او خوف في حاجات معينه لكن يعلن ايمانه، ما تعرفش ازاي. ده مثلا شوف مثلا اخر شهداء اللي هم واضحين قوي، شهداء ليبيا، هل دول ما كانواش بيخافوا يعني؟ دول بني ادمين زينا زيهم، كانوا بيخافوا جدا وطبيعيين جدا، ولما راحوا قبض عليهم اكيد كانوا خايفين. لكن لما قالوا انكروا ايمانكم قالك لا مش هننكر. طب مش خايفين من الموت؟ لا مش خايفين من الموت. ازاي؟ يبقى الخائفون مش هيخشوا ملكوت السماوات. الخائفون هنا نقدر نقول برضو ايه؟ الغير واثقون في الله.
الغير واثقين في الله. يعني واحد مش واثق في ربنا، طب ده ايه؟ ده خايف، مش واثق في ربنا، يخاف من بكرة، يخاف من بكرة، ويبقى عنده يعني ضيقة، ويفضل يبقى عنده كده يعني ضعف غير عادي من بكرة، أو خايف من أي موضوع. لا، اعمل اللي عليك وصلي وقول له يا رب، ربنا يعمل. فالخائف ده اللي هو ينكر إيمانه بربنا وقوته، يبقى الخائف من علين إيمانه، أو الخائف من واثق مش واثق ربنا. كان في قصة خيالية كده، سجنها خيالية يعني، قصة جميلة بتدينا نفس المعنى ده، الخائف ده. لكن في مرة واحد بيتسلق على الجليد، بيتسلق على الجليد ده، ففي حبل مربوط فيه يعني، وجه الدنيا ليلت، وبعدين بيبص على نفسه لوحده والدنيا ليل، وفجأة راح وقع. سمعتوه قبل كده؟ فلما وقع مسك في الحبل، طبعا الدنيا تلج، فقعد يصلي ربنا، قال له يا رب انا ربع ساعه هتجمد وهموت، انا خايف يعني، قول لي اعمل ايه، انقذني. فجاله صوت قال له ما تخافش انا هنقذك. قال له سيب نفسك، سيب نفسك، سيب نفسك، ها فك الحبل ربطك، سيب نفسك. قال له سيب نفسي ازاي، ما لما اموت متجمد، ولو سبت نفسي ما انا هقع هو. قال له طب سيبني. قال له لا ما اقدرش اسيب نفسي. قعد الصوت كذا مره يقول لا مش هقدر اسيب نفسي، لحد لما ايه اتجمد ومات. فلما جم تاني يوم الصبح عشان يشوفوه، لقى انه ما بينه وبين الارض قد ايه، شبر واحد. يعني لو كان ساب نفسه ما كانش هيحصل له حاجه. ده يثبت لنا ايه، ان الخوف هنا بيضيع الايمان. هو لو كان عنده ايمان بالصوت، هو شاف العيان، ايه العيان؟ ان انا هقعد كده، فلما ينقذني باي طريقه، لما انا هموت متجلد، لكن هسيب نفسي ازاي؟ طب ما انت كده ميت. لا ما اقدرش، مفيش ايه، مفيش ناحيه الايمان. الايمان هو عكس العيان، العيان هو العيان ان انا اشوف حاجه، لكن الايمان عكس العيان، حاجه مش شايفها لكن انا عندي ايمان بيها. ومش الايمان بالكلام، لكن الايمان بالايه، من القلب. فالخائفون اللي ما عندهمش ايمان دولم ايه، دولم ناس. وغير المؤمنين، غير المؤمنين بدم المسيح، الركزون اللي رفضونا الرافضون للرجاء، اللي مثلا واحد مثلا زي واحد مثلا بينتحر، هو ده الرجزون. رجز يعني رجز يعني مرفوض، رافض يعني رافض، رافض 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 الرجاء بربنا. عشان كده حتى الكنيسه ما تصليش على الناس دي، لانه رافض رحمه ربنا. كان يقول ربنا انا مش عايزك، رافضك. قاتلون والزناه معروفه، ودايما دول بيجوا مع بعض، قاتلون والزناه دايما بيجوا مع بعض. اصعب 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 خطيه، خطيات الصعبة. مش صعبة انها تتغفر طبعا، اي خطيئة بتتغفر، لكن صعبة على الانسان الضمير. السحر اللي بيستخدموا السحر، في ناس كتيرة تستخدم السحر، للأسف برضو يكونوا مسيحيين يمشوا ورا ناس السحرة، ورا الأعمال طبعا، بعد الشر علينا، دولم على طول ماشيين ورا الشياطين. وعبادة الأوثان، طب في ناس حد النهاردة بتعبد الأوثان؟ في ناس بتعبد الأوثان، في ناس بتعبد العجل. وعبادة أوثان برضو مش 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 بالدين، عبادة أوثان بالقلب، حبة المال، شهوة، وطبر واحد موضوع الفلوس دي بالنسبة له إلهه، هذا عبادة أوثان. الكذبة، وهنا يقصده الكذبة، مش الكذبة الكذب هنا، مش الكذب الكذب العادي، لا الكذب العادي برضو طبعا الكذب العادي من غير اعتراف يعني، واحد ما يعترفش عليه. لكن كمان داود قال ايه في المزمور، انا قلت في حيلتي ان جميع الناس كاذبين. يعني ايه انا قلت في حيلتي ان جميع الناس كاذبين؟ وكل الناس تكذب؟ لا، عمال ايه قصده ايه هنا كل الناس كاذبين؟ يعني ايه الايه دي تفسيرها ازاي؟ بيفسر هنا معنى الكذب. بس لما تيجي تحب تشرح ايه، هاتها بنفس المعنى الايه تاني بنفس الكلمه. فايه هنا كاذبين؟ كاذبين يعني ايه؟ يعني بيمشي ورا سراب، الناس كلها ماشيه ورا السراب. ايه هو السراب اللي ماشيين فيه، اللي هي اول حته اللي قلناها، اللي هو من يغلب، اللي هي ايه السراب؟ العالم والدنيا وماشيين السراب. هيوصلك لايه؟ مش هيوصلك لحاجه. فاحنا كذابين قدام نفسنا، انا بكره ابقى احسن، طب مش بكره ابقى احسن، احسن مع المسيح لكن احسن في الشغل والعمل مش هيبقى احسن حاجه، الا لو هي وسيله. لكن هو هدفك الفلوس، هدفك الماده، هدفك الكيه، هدفك هدفك المنظر، هدفك مفيش، ما مش هتبقى احسن. فالناس كلها كذابين بيمشوا ورا ايه؟ ورا سراب. فده برضو الكذب، اللي بيمشي ورا كذبه
بيمشي ورا الكذبة ويصدقها. ايه الكذبة؟ ان العالم ده حلو. العالم مش حلو. ان انا لما اروح البلد الفلانية ده انا بقى حالي احسن. انا بقى حالك احسن لوقت معين كوسيلة، لكن دي اولوياتك. طب فنفرض انك رحت العالم احسن، رحت العالم احسن او بلد احسن بس فيها شيطان، هذا بقى المحك. اروح لبلد احسن عشان تعيش حياة كويسة وماله، بس مع ربنا ولا ضد ربنا؟ يعني الروح الاول ولا الجسد الاول؟ لا روح الاول، خلي الجسد تاني حاجة. دول كلهم نصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. هو ده الموت الايه؟ التاني. طب ايه هو الموت التاني؟ اشمعنى الناس دي جاب سيرة الموت التاني؟ يعني اشمعنى الناس دي جاب فيهم الموت التاني؟ في احد الاباء قال حاجة حلوة قوي، احفظوها دي. قال اللي هيتولد مرة من ابوه وامه ومش هيتولد من المعمودية هيموت مرتين. نقول تاني، اللي هيتولد مرة هيموت مرتين، واللي هيتولد مرتين هيموت ايه؟ مرة. ازاي يعني ايه؟ اللي هيتولد مرة من ابوه وامه ومش هيتولد من جرن المعمودية، ده ايه؟ ده الموت. ده هيشوف موت موتين، الموت الاول اللي هو الانتقال، الموت الثاني اللي هو ايه؟ بحيرة متقدة. اما بقى اولاد المعمودية دول اتولدوا كم مرة؟ مرتين، مرة من أب وأم ومرة من إيه؟ من الكون المعمودي، روح القدس والنار أو روح القدس والماء. دول ما هيشوفوا كم موت؟ موت واحد. وأوريدي على فكرة ما شافوه، يعني مش هيشوفوا ولا موت، أنا ما شافوه في الكون المعمودي هم طالعين، بس حتى اعتبرنا إن الانتقال ده موت يبقى هيشوفوا موت واحد، مش هيشوفوا الموت التاني ده، عشان كده قال الموت التاني. لكن ولاد ربنا مش هيشوفوا الموت التاني. اللي هم بقى مش كل دول. اللي هم مولودين من إيه؟ ولادتين، ولادة جسدية من أب وأم، ولادة روحية غيرت فيهم الروح وجددت فيهم الطبيعة الروحية، زي ما نشوف في الإنجيل بتاع يوم الأحد جاي مولود أعمى. ثم جاء إلى واحد من السبع ملائكة الذين معهم السبعة جمات المملوء من السبعة الضربات الأخيرة، تكلم معي قال إن هلما فأريك العروس امرأة الخروف. قال له بص أنت شفت، جاي بقى واحد إيه من السبع الملائكة الذين معهم السبع جمات. طب الاول نراجع الحته دي، فاكرين السبع جماد كنا بدينا من كام اصحاح؟ وقبلها كانوا سبع ايه؟ ها، قبل السبع جماد كانوا سبع ايه؟ ابواق. وقبل السبع ابواق كانوا سبع ايه؟ ختوم. انا عايزك تحفظوا السبعات دول لان ده مفتاح سفر الرؤيا. سبع كنائز احنا اتكلمنا فيهم في الاول اصحاحات خالص، وبعد كده اتكلم في سبع ختوم وخلصوا، بعدين سبع ابواق وخلاص، بعدين اتكلم في سبع جماد، دي الجبل السبعه الخلاص الاخيره. فبيقولوا ان في واحد من السبع ملائكه اللي معاهم سبع جماد دول. طب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ هما الثلاثه واحد، سبع ختوم، ها نقولهم، سبع ختوم، سبع ابواق، سبع جماد ضرب. طب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ هما الثلاثه واحد، سبع ختوم يا سبع ابواق يا سبع جماد، بس ايه الفرق؟ الفرق زي ما قلنا قبل كده لو افتكرنا، اول ما جت الختوم قلناها، واول ما جت الجماد قلناها، الابواق بعدين لما جت الجماد قلناها. قلنا ايه؟ ان الختوم هي اعتماد غضب الله، اعتماد غضب الله، القانون نزل، قانون الرولز، ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش. طب الابواق ايه؟ اعلان غضب الله، اللي مش هيعمل هيحصل له، اللي مش هيعمل هيحصل، واللي هيعمل مش هيحصل. السبع جماد تنفيذ غضب الله، ده مفتاح سفر. نقولهم تاني، سبع ختوم اللي هو ايه؟ ها اعتماد، ختم يعني اعتمد، ختم. سبع ختوم اللي هي ايه؟ اعتماد غضب الله. سبع ابواق اللي هي ايه؟ اعلان غضب الله، ابواق. سبع جماد اللي هي ايه؟ تنفيذ، نفذ بقى غضب الله. لو انت امنت بالمسيح ومش في الناس اللي اتقالت قبل الايه دي، انت مش هتشوف تنفيذ غضب الله. انت شفت الختوم، شفت اللي هو ربنا اعتمد، الورق اللي ربنا نزله الكتاب المقدس قال ما تعملش، شفت الابواق اعلنها، سمعتها، عملت بقى بالكلام اللي بتاع الكتاب المقدس، فمش هتشوف ايه؟ الجامة، جامة يعني غضب، تنفيذ غضب الله، جامة. فجاله واحد من الملائكة اللي هم مسؤولين عن الجامات التنفيذ، وقال له ايه؟ قال له المملوءة اهي من السبع ضربات، سبع ضربات، سبع جامات الاخيرة بقى، اخر حاجة، وتكلم معك هلما فوريك العروس امرأة الخروف. شوف الملاك هنا حتى اللي ماسك الجامة عايز يفرحه،
يفرحه بالحاجات الحلوة. طب إيه الحاجات الحلوة؟ قال له فأريك العروس امرأة الخروف. مين هي العروس امرأة الخروف؟ مين هي العروس امرأة الخروف؟ ها؟ الكنيسة. قال له تعالى أوريك بقى إيه العروس امرأة الخروف، كنبوة للي هتشوفه في إيه؟ في الملك المعد لكم من قبل إنشاء إيه؟ العالم، الإيه؟ الميراث. دي زي إيه؟ دي زي مثل جميل كده، يعني فكرة كده، يعني شرح الآية دي نفسرها إزاي كده كان أحلى بقى. الإيه؟ قال زي مثلا بنت مثلا وزير الداخلية مثلا حبت إرهابيين خطفوها وحطوها جوه بيت، وزير الخارجية، الوزير الداخلية ده ممكن يعمل إيه؟ يفجر البيت، ينهي على الناس دي. بس هيعمل كده؟ مش هيعمل كده ليه؟ بنته موجودة. هيعمل إيه الأول؟ هيخلص بنته الأول. فقال له تعالى قبل ما هننزل الجماد دي تعالى أوريك مين؟ العروس امرأة الخروف اللي ممكن تكون موجودة في قلب العالم لكن هي مختلفة عن العالم، عشان كده مش هتشوف الجماد دي، لأن أنا حافظها. حافظها من مين؟ من القوة اللي حواليها. فاهمين؟ فهنا بيقول له لا، ما ينفعش إن العروس دي تشوف أي جامة من الجماد، ما تقدرش تشوف نهاية الزمان. ربنا هيحافظ عليها، هيديهم هدوء، هيديهم ايه؟ هيديهم نعمة، هيديهم بركة. عشان كده حتى الناس اللي طبعا يعني بنصلي ان ربنا ما يحطناش في الوقت ده، حتى ان ربنا في السيد المسيح له كل مجد على 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 جبل السيدون قال لهم ايه؟ لو يعني قلت الايام دي، ده الايه؟ يعني اي لم تكثر الايام ايه؟ لما ايه؟ خلاص نفس من كتر صعوبتها. طب واللي حتى عايش لكن في المسيح مش هيخاف من حاجة. ليه مش هيخاف؟ لأنهم هو فأريك العروس امرأة دول، امرأة دول ده ايه؟ ده خطيبة العريس، ده هو الكنيسة، النفس البشرية الحلو. يقول وذهب بي الروح إلى جبل عظيم. عشان يوروا مين؟ الكنيسة. شوف لما اتكلم على امرأة بابل الزانية اللي هي المدينة الكبيرة العظيمة، المدينة العظيمة، ها الزانية، اتكلم على ان هو هيجيبها ونزل بيه للوادي، مش كده فاكرين؟ نزل بيه. لكن لما اتكلم على الكنيسة ايه؟ طلع فوق، صعد بيه الى جبل عظيم عالي. جميلة جدا، جميلة. ها الاتنين عظام، بس دي عظيمة على الارض، الارضيات الماديات. اما الكنيسة عظيمة في ايه؟ في روحيتها. جبل عظيم، جبل عظيم، أورشليم المدينة العظيمة. شوفوا له إيه؟ وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة. بس هي بتكلم على أورشليم، إنه أورشليم الحقيقة، مش أورشليم البلد. ها أورشليم السعادة القديمة كانت أورشليم إيه؟ رمز، مكت، منظر، عشان الناس تشوفها فيفهموا من مقاساتها، من شكلها، من موضوعها، فينجذبوا للملكوت، عشان الناس على الأرض مش بتشوف إلا إيه؟ إلا بالعين. لكن هو مش بتكلم على أورشليم. ليس الناس النهاردة قاعدين عمالين يتخانقوا على أورشليم، يعني اليهود دي بتاعتنا والمسيحيين دي بتاعتنا والمسلمين دي بتاعتنا، وبعدين الأمم بتاعتنا خلاص ما تبقاش بتاعت حد وتبقى كده مدينة للكل. هو عليها خناقات وحروب، كل الحروب في الميدل إيست ها بسبب أورشليم. وهو مش بيتكلم خاصة أورشليم، أورشليم انتهت خلاص، مالناش احنا بأورشليم. احنا بنتكلم على أورشليم إيه؟ المدينة العظيمة السمائية. قال وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراني المدينة العظيمة. إيه هي المدينة العظيمة دي؟ دي اللي هي الكنيسة، اللي هي إيه؟ أورشليم. بس أورشليم إيه؟ السمائية، نازلة من السماء من عند الله، نازلة مش بقى الأرضية. الأرضية دي خلاص كانت ليها وقت وإيه؟ وأخدت عملها، أخدت شغلها. شغلها كانت إيه؟ إن الناس لما تشوف الماديات دي والمكت دي تنكذب إلى مين؟ إلى أورشليم السمائية. لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر، حجر يشب بلوري. لها مجد الله، حلوة أوي لها مجد الله دي، يعني ربنا مخصص لنا مكان في مجده، في عظمته. تخيل أنت لما يبقى ملك عظيم أوي أوي وعنده قصور وعنده، أنت هتعيش في مجده، هتعيش في العظمة اللي هو قاعد فيها دي، داخل خارج بمزاجك كده. نحن نتكلم على الأرضيات، شوف بقى السماية بشكلها إيه. الحجر اليشب ده طبيعة الله، لها مجد الله ولمعانها شبه
حجر الايه؟ اليشب. طيب ايه حجر الاشب؟ حجر الاشب اللي هو البلور اللي هو الشفاف الايه؟ شفاف شفاف. فاكرين لما كنا برضو من كام اصحاح كده قلنا حجر اليشب اللي هو ايه؟ بلوري ناصع البياض طهارة كاملة يعني شفافة زي ايه؟ زي الزجاج نوراني. النهاردة احنا لما عايشين في بيوت لو البيوت دي فيها ازاز فيها ازاز بنعمل ايه على الازاز؟ مش بنخبيه ببلايند والستاير ليه؟ علشان ما حدش يشوف عورتنا، هشوف داخل البيت ان يعني في خطيه في عورت. طبعا مش بالمعنى انا قصدي بالمعنى الروحاني يعني. لكن في السماء بالعكس كل شيء ايه؟ مكشوف. ليه مكشوف؟ طهاره. سماء جديده وارض جديده، خاف من ايه؟ مش من حاجه. مفيش فكر الخطيه، مفيش فكر ها زي ما كان ادم وحواء في البدايه خالص، مش فكر الخطيه. كانوا عراء مش حاسين هم عراء، ما كانش في اي شهوه. الشهوه دي جت بعد ايه؟ بعد الخطيه. فيقول له يقول له هنا يقول له يقول له مجد عيلة ما انا شبه حجر كريم حجر يشبه بلور. وكان لها صور ايه؟ عظيم. انا ما قلتش صح؟ وكان لها صور ايه؟ صور عظيم، صور عظيم وعالي. وكان لها 12 بابا من الابواب، 12 ملاكا واسماء مكتوبه هي اسماء اسباط بني اسرائيل العشر الاثنى عشر. شوف يقول لي وكان لها سور عظيم. طب سور عظيم ليه؟ سور عظيم عالي كله ازاز في ازاز كله ابيض. هنا بيوصف حاجه مش عارف يوصفها من جمالها فبيحاول يوصفها بقدر ما احنا نفهمها، لكن الموضوع موضوع روحي. سور عظيم ليه؟ احفظها. السور تملي رمز للايه؟ للحمايه. مش فاكرين الايه اللي قال ان المكان ده يبقى لا فيه حزن ولا فيه وجع ولا هيجي الوجع منين؟ مفيش حاجه هتخش له، مفيش حاجه عداه هيخش له، مفيش شيطان هيبقى فيه. سماء ايه؟ سماء جديده ما فيهاش روح شر. فلها سور عظيم. السور العظيم ده ايه؟ سور عالي. وكان لها 12 بابا. طبعا هو شايف ابواب متقسمه بطريقه معينه برضو، يمكن هنا يوحنا برضو مش قادر يوصفها قوي، لكن برضو هو وصف ما قال له الملاك واكتب والروح القدس اللي قال له واكتب. كلها حاجات روحيه. 12 بابا والابواب 12 ملاكا واسماء مكتوبه. ايه هم الابواب وايه هم الملائكه وليه 12؟ بعد كده يقسمهم له ونشوف التقسيم. هو هنا بيتكلم على السماء، فبيتكلم على ال 24 شيخ. مين 24 شيخ؟ 12 سبت قديم و 12 سبت ايه؟ عهد جديد. ال 12 سبت قديم قال له هو الابواب 12 ملاكا واسماء مكتوبه اسماء اسباط اهي بني اسرائيل 12. يبقى كل من هم جادين وعلى رجاء القيامه وعلى رجاء مجيء المسيح في العهد القديم اللي هم في صلب الاسباط دول لما هيبقوا في المكان ده هيحافظوا المكان ده. هيحافظوا بايه؟ بتعليمهم، بنقاوتهم، بتوبتهم، بكلامهم، بحكمتهم، بالكتاب المقدس. يبقى هو السور العظيم. طب انا لو انا في العالم يبقى ليه السور عظيم؟ اه ليه السور عظيم. هو ايه؟ كلمه الله، عهد قديم. بس عهد قديم بس لا، هيجي بعد كده يكمل. بس هو في الاول قال له ايه؟ قال له لها 12 بابا وكل باب عليه ايه؟ ملاك. 12 ملاك واسمائهم مكتوبه هي اسماء ايه؟ اسباط بني اسرائيل 12 كل سبت. طب اشمعنى الاسباط؟ يعني هل النهارده مثلا ما قبل الاسباط مش هيبقوا في المكان ده؟ يعني مثلا طب ابراهيم ما كانش في الاسباط، هو ابو الاسباط. نوح لا، هو بيتكلم على رمز العهد القديم زي ما كان بيتكلم على رمز العهد الجديد هم ايه؟ ال 12 تلميذ. لكن هل احنا لا احنا في صلب ال 12 تلميذ والتلاميذ في صلب المسيح، احنا في صلب المسيح من خلال ايه؟ العهد القديم والعهد الجديد. فبيتكلم على 12 سبت. ال 12 سبت اشمعنى 12؟ قال كل الاربع اركان بتوع الارض. اربع اركان في ثلاثه، ايه هم الثلاثه؟ اب ابن روح قدس. يبقى الثلاث اقانيم الكمال الله في كل الاركان. كل من هو في الاركان شرق شمال جنوب غرب هم ايه؟ هم داخلين السماء مع المجد.
هنا برضو في حاجة غريبة كده أنا قلتها يمكن حد أخذ باله. قلت له يا ابونا أنت ليه ابتديت بالشرق؟ احنا تمام بنقول شمال جنوب شرق غرب مش كده؟ هو نفسه قالها في الآية 13، من الشرق ثلاثة أبواب، حتى ال 12 دول قسمهم لنا، 12 ثلاثة شرق ثلاثة شمال ثلاثة جنوب ثلاثة غرب. طب اشمعنى قسمهم كده يعني؟ اشمعنى الشرق بدأ بالأول؟ ها معروف ليه الشرق؟ بس الشرق ده ايه؟ الشرق ده ايه؟ شرق يعني نور، المشرق من الايه؟ من العلاء. ما ده شرق بيتكلم في اول، في الاول خالص بيتكلم على مين؟ على المسيح. شرق، عارفين لما يجي واحد يقول له ايه؟ تقول له انت شرقنا، انت مش انت لما جيت اشرقت علينا بنورك، مش كده؟ فتملي شرق رمز الايه؟ للنور. فيبتدي بالشرق، شرق ثلاثه ابواب، ومن الشمال العلو بقى. الشمال تملي ايه؟ فوق، نورس شمال. فالشرق العلاء، الشمال العلو، واحد عنده علو. وبعدين الجنوب، الجنوب ايه؟ حتى الناس اللي كانوا مهملين بس تابوا، ها، وكانوا تحت رفعهم لفوق، بس كان في العهد القديم وفي العهد الجديد. وبعدين بعد كده ايه؟ الغرب اللي هم من الظلمه، اللي كانوا في الظلمه، زي مثلا القديسين، مثلا زي موسى الاسود، زي اوسطينوس، وزي القديسه بائسة، زينا كلنا، كلنا خطاه بنحاول نتوب. فيبقى الاربعه دول اللي هم الاربعه دول ماشيين كده مع بعض. وعشان كده حتى ها في انجيل يوحنا في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، والنور اضاء ايه؟ في الظلمه. يبقى النور الشرق عيلي الفوق بينا، جاب اللي تحت وجاب اللي في الظلمه ودخلهم كلهم في حضن مين؟ حضن المسيح له كل من. وبرضه لما تيجي انت يعني ده مش هشرحها قوي، لما تيجي انت تبص في ال 12 سبط بتوع بني اسرائيل تلاقيه بدا مثلا براؤوبين، وبعدين بعد كده شمعون، بعد كده لاوي. طب ايه الفكره في دي؟ راؤوبين يعني ايه؟ راؤوبين يعني شاف او 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 شرق. فاول واحد ايه؟ شرق راؤوبين. وبعدين بعد كده ايه؟ شمعون. شمعون يعني اسمعوا، اسمعوا له يعني، يعني كل ده رمز المسيح، اسمعوا له. بعد كده ايه؟ طب انت شفت وسمعته. لاوي يعني ايه؟ يعني يقترن. لاوي معنى ده، معناه معناه بالعربي يعني. فتلاقي الثلاث اسماء الاولى دي تحس انها فيهم ايه؟ فيهم نور، فيهم عظمه. يقول له الاول ايه؟ اول حاجه يقول له راؤوبين، واخر واحد كان بنيامين، وكان راؤوبين الاول وبنيامين الاخير، وبنيامين يعني اليمين، فبدا بالاول ونهى بالايه؟ باليمين. راؤوبين رايت ابنا، راؤوبين كلمه راؤوبين يعني رايت ابنا، اول ما يعقوب خلف فسمى راؤوبين، رايت ابنا، فرايت ايه؟ المشرق من العلاء، المشرق من العلاء، ده راؤوبين. ويجي يقول لك ايه؟ طب انت شفته، امنت بيه، امنته كمولود متجسد، راؤوبين، انت راؤوبين. طب بعد كده انت بقيت ايه؟ لو انت امنت بيه وما سمعتوش يبقى انت ايه؟ ما عملتش حاجه. فلك راؤوبين، بعديه شمعون، انت شفته، رايته، بعدين ايه؟ سمعت له. فاكرين المسيح لما كان في المعموديه قال هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه؟ سررت. في التجلي قال ايه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمع. طب اشمعنى هنا ما قالش اسمعوا، اسمعوا هنا اسمعوا اسمعوا؟ بس تاني مره شفته خدمته، شفت حياته قبل تجلي، كان في خدمه مسيح، فلو اسمعوه ده مين؟ ده شمعون. طب انت راؤوبين وشمعون لازم تبقى كمان لاوي، لاوي اللي هو ايه؟ تقترن، لاوي معنى كلمه يقترن. فلو انت شفته وسمعته بس ما اقترنتش بيه مش هتبقى من الشرق. ثلاثه ابواب، اول ثلاث ابواب اهو. وايضا برضو في برضو تفسير جميل جدا يقول لك ايه؟ معنى كلمة يهوذا، يهوذا اللي هو مين؟ هو مسيح، هو جاي من سبط يهوذا، اللي هو من سبط يهوذا. في عدد، اطلعها بس مش فاكر الآية، في 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 سفر العدد الإصحاح الثاني، قول
كان بيكلم موسى وبيقول له، بيكلم موسى وهارون بيقول له اعمل خيمة الاجتماع، فبيقول له ايه؟ يقول له فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق يهوذا حسب أجنادهم، يعني خلى يهوذا هو المسؤول عن الشرق في خيمة الاجتماع. طب اشمعنى؟ اشمعنى يهوذا؟ ها؟ يهوذا سبط المسيح اللي جه منه نسل المسيح. تملي يهوذا رمز لمين؟ للشرق. فالمسيح رمز الشرق، عشان كده ابتدى هنا بالإيه؟ بالشرق، المسيح. فمن الشرق سلاسل أبوه، وعشان كده من هنا برضو بقينا إحنا بنصلي ناحية الشرق. ربنا موجود، واحد يقولك يا ابونا ربنا مش موجود في كل مكان. ربنا موجود في كل مكان، ممكن أي مكان تصلي، بس هتبقى عارف فين الشرق، فتملي تفتكر إن المسيح هيجي منين؟ من الشرق، هو المشرق من العلاء، هو من ضبط يهوذا اللي ربنا أمنه على المكان بتاع الشرق في خيمة إيه؟ في خيمة الاجتماع. فاهمين أنا قلت إيه؟ الدنيا ماشية إزاي؟ وصول المدينة كان له 12 أساسا. الله، يا سلام. سور المدينة بقى ده كان قبل كده بيتكلم على ايه؟ ها؟ سور عظيم وعالي 12 باب، هنا بيتكلم على سور المدينة كان له 12 اساسا من لتحت. مين هو الاسم 12 اساسا؟ وفسره وعليها اسماء رسل ايه؟ الخروف ال 12. طب ايش معنى الرسل؟ مش قال ونحن مبنيين على اساس الرسل؟ مش كده برضه؟ احنا مبنيين على ايه؟ الكنيسه مبنيه على ايه؟ على اساس الرسل. اساس الرسل هو ايه؟ الاساس اهو. وصول المدينه لها كان له 12 اساس. عشان كده لما نيجي احنا نقول احنا كنيسه رسوليه، ما حدش يعيب علينا بقى، احنا ما نعرفش الرسل دول، احنا ندعو بالمسيح. طب الرسل والتلاميذ؟ الرسل هنا بمعنى ايه؟ مش الرسل، الرسل كنواه. فاحنا احنا تعليم الرسل مهمه جدا، لان هي الاساس، هي البذره الاولى بتاعت الكنيسه الاولى. وصول المدينه كان لها 12، يعني دي تحطيها، يعني معلش يعني الايه دي تحطيها كده في عين اي واحد ينكر عمل الرسل. لك ايه تعليم الرسل؟ ايه الدسكوليه دي؟ ما لناش دعوه بالكلام ده، احنا دعوه بالكلام المقدس. ابو كلام مقدس قال اهو يا ابني، اذا كان قال في الرؤيا ان المدينه الكنيسته عروس الخروف هي مبنيه على اساس ايه؟ الرسل. ده في السماء وعلى الارض. وأول واحد من الرسل جه، أول واحد رأوبين في الأسباط، وأول واحد في الرسل مين؟ بطرس. ليش معنى بطرس؟ لما قال له من يقول الناس عني؟ فقال له أنت هو المسيح ابن إيه؟ ابن الله. قال له على هذه الصخرة ابن إيه؟ ابن كنيسة. صخرة إيه؟ صخرة إيمان الرسل، صخرة تعليم الرسل. الرسل هنا كمثل للرسل كلهم، لكن كلهم الرسل قالوا أنت مسيح ابن الله، هم أول من قالوا. طب ما نسنئيل في البداية خالص قال له أنت المسيح ابن الله، لما راح له فيليبس قال له رأينا المسيح الذي أنت بتدور عليه. قال له منين؟ قال له من الصلة يأتي شيئا صريحا. لحد ما المسيح قابله قال له أنا عارفك من إيه؟ من قبل ما من تحت شجرة التين، وأنا إيه؟ وأنا عارفك على شجرة التين. شجرة التين دي ما حدش يعرفها غيري أنا وأمي، لأن كان نسنائيل كان تقريبا في سن المسيح وقت ما هيرودس كان هيقتل الأطفال، فأمه خبته فين؟ تحت الجميز، فعاش. قال له السر ده ما حدش يعرفه، أنت والمسيح إيه؟ ابن الله. تعرف الخفايا. طب واحد رسل قالوا انت مسيح ابن الله، يبقى احنا عايشين على ايه؟ على اساس. ايش معنى ما قالش 70؟ لان هو بيتكلم على التلاميذ وفيهم الرسل، هو الكرمز، كرمز. يبقى وصول المدينه كان لها 12 اساسا، اساس. الايه دي مهمه جدا في ايماننا بعقيده كنيستنا الارثوذكسيه، الكنيسه الرسوليه. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأسوارها. دي هنوصل إن شاء الله بنعمة ربنا عشان ما نطولش عليكم، ونشوف إيه المقياس وإيه هو المقياس لكل مجد الدائم للأبد. أمين.